برحب بحضراتكم. أبدأ معاك باشمهندس محمد حسين، إيه هو مبرر شركة المياه إنها ما تصرفش التعويضات ليكم؟ هو أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك على المداخلة ديت. إحنا بقالنا حوالي سنة ونص متعاقدين مع شركة قبضة ومع كل الشركات التابعة ليها لإنتاج عدادات المياه، وبنورد تقريبا لعموم الجمهورية من أول مرسى مطروح لغاية أسوان. وبعد اللي حصل اللي هو موضوع التعويض، فوجئنا بإن الأسعار كلها كل عوامل الإنتاج من أول الدولار طبعا زاد حوالي 100% أو 200%، يعني الخامات سعرها زاد اكثر من 200%، الكهرباء زادت حوالي 300%، البنزين وكل المستلزمات، كل عوامل الانتاج كلها زادت. فبالتالي بقى عندنا تكلفه اكثر من ضعف التكلفه العاديه، فبقينا ملزمين ان احنا نشتري او نكون منتج بحوالي مثلا 400 جنيه عشان نبيعه ونلتزم نبيعه ب 200 جنيه. والحمد لله قدرنا نحاول نوصل لان احنا نستمر في الالتزام ده رغم الخسائر الكبيره اللي احنا متعرضين ليها. مشكورين رئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء، حسوا بالحاله ديت وابتدوا يعملوا دراسه لاقرار تعويضات في منتصف 2017 زي ما حضرتك اشرت. طلع قانون فعلا بيحدد وبيوضح ايه النسب المقرره على كل عقد طبقا لطبيعه النشاط وطبقا لتاريخ التوقيع، تاريخ التعاقد نفسه. وده كان واضح جدا وسهل الجدول اللي حضرتك وضحته في اول البرنامج، كان ميسر جدا واي حد يقدر يدفعه بسهوله ويطلع منه بنسب التعويضات المقرره للنشاط بتاعنا، وهي تتراوح في النشاط بتاعنا من 34 حتى 94%. وبعدين الموضوع ده من ساعه ما حصل واحنا في دايلما ما بين الشركات التابعه والشركه القابضه ووزاره الاسكان ورئاسه الوزراء. لغايه النهارده ما فيش قرار واضح ان احنا هنصرف امتى، هنصرف كام. وده المفروض ان هو القانون معمول بسهوله جدا والقرار واضح جدا يصلح ان اي حد يطلع عليه وينفذه. ممكن ما ياخدش الكلام ده، ياخد يوم او 2 او 48 ساعه. طب خليني اسال الدكتور، اسال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه القابضه للمياه والصرف الصحي. مساء الخير يا باشمهندس ممدوح، يعني تعليق حضرتك على ما تفضل به المهندس محمد حسين. مهندس ممدوح رسلان، طب يبدو انه الخط انقطع مع المهندس ممدوح رسلان، هرجع له دلوقتي، لكن هخلي المهندس محمد حسين رئيس مجلس اداره احدى الشركات المتضرره يكمل في هذا الموضوع. طب ايه الرد اللي انتم بتتلقوه عاده يا باشمهندس محمد؟ احنا فاكرين كل اسبوع بنيجي على بيقول لك على اخر الاسبوع ان شاء الله هنوصل لنتيجه، وبعد كده الاسبوع الجاي، وبعد كده الاسبوع اللي بعده، بقالنا في القصه دي حوالي 6 شهور. الموضوع ابسط من البساطه، لان الجدول اللي حضرتك لو شفته سهل جدا، لو حتى تلميذ في اعدادي ولا حاجه هيقدر يوصل منه حقوق الشركات دي. باختصار شديد، لو رئيس الجمهوريه طلع قانون ورئيس الوزراء عقبه قرار واضح جدا ولجان اتشكلت والكلام ده كله، وكل الغرض من ده ان هو يحافظوا على الصناعات اللي موجوده ما يدمروهاش، المفروض ان كلنا نسعى او نتكاتف ان احنا نحقق الغرض ده، مش حد يقف ضده او يعطله، لان الناتج عن الكلام ده ان حضرتك عشان تعمل فرصه صناعه او صناعه حقيقيه، احنا 25 سنه بنشتغل في المجال ده. بعد ما تعمل، وحضرتك على فكره شرفتنا مره في المصنع من حوالي سنه او اكثر، الكلام ده بياخد وقت ومجهود عشان تعين بقيه الاشخاص اللي بيشتغلوا معانا، وبيطلع تحتيك صناعات مختلفه، صناعات مغذيه، اكثر من 10 صناعات اخرى بتمدنا بمنتجات بنحتاجها في الصناعه بتاعتنا. كل ده بيعرقل وبيتسبب مشاكل، وبيبقى كمان منظرنا قدام الخارج. نعم. احنا مش قادرين نوفي بالتزاماتنا امام الشركات الاجنبيه زي سيمنز او الشركات اللي احنا بنتعامل معاها، ده بيسبب لنا مشكله كبيره جدا، وزي طبعا البنوك والشركات القطاع العام اللي احنا بنتعامل معاها. طيب باشمهندس، يعني معلش معلش يا باشمهندس، رجع لي المهندس ممدوح رسلان دلوقتي رئيس الشركه القابضه للمياه والصرف الصحي. باشمهندس ممدوح مساء الخير مره اخرى. مساء الخير. اهلا بحضرتك. يعني انا حابب اسمع تعليق سيادتك على ما تفضل به المهندس محمد حسين رئيس مجلس اداره احدى الشركات المتضرره، ليه الشركات دي مش بتاخد التعويضات منكم؟
الاول حاجه القانون لما طلع حدد الاساليب ازاي عمليه دفع التعويضات، وفعلا تم تشكيل لجنه حطت القواعد والاسس اللي على اساسها تم عمليه حساب التعويضات دي، وطلب مننا ان احنا نبتدي نحسب قيمه التعويضات لكل عقد موجود عندنا، وفعلا ده الكلام ده تم. المستشارين القانونيين قالوا ان القانون في بند واضح وصريح ان لابد عشان نعتمد الصرف لابد من العرض على مجلس الوزراء. وبالتالي احنا في النقطه دي احنا دلوقتي قدمنا كل المستندات الخاصه بالتعويضات والقيم بتاعتها، وان شاء الله بعد العرض على مجلس الوزراء ويقرها هيتم الصرف. انما احنا لا ضد هذا الموضوع، وباشمهندس محمد اللي بيكلم حضرتك ده لو عنده شكوى يجي يتفضل عندنا ونشرح له ايه التطورات اللي حصلت في الموضوع وايه السبب ان الموضوع متاخر لغايه دلوقتي. ومش احنا بس على فكره، مش الشركه القابضه الوحيده في الجمهوريه اللي ما صرفتش، لا في جهات اخرى كثيره. المستشارين القانونيين اقروا ان في بند صريح في القانون بيقول فيه لابد من اعتماد مجلس الوزراء لاعتماد الصرف. رغم انه القانون ده صدر من 6 شهور. مظبوط، حصل. طلع من 6 شهور، حط ادى خطوات معينه تتعمل. الخطوات دي تقريبا كلها استكملت، باقي البند الوحيد اللي هو العرض على مجلس الوزراء لاعتماد الصرف. طيب باشمهندس محمد حسين، رايك ايه في هذا الرد؟ مهندس شريف، انا بشكره، هو راجل متعاون جدا وبيحاول فعلا يساعد في الموضوع ده. انا كل تلفظي في حته اللي هو الوقت المستهلك في العمليه ديت اللي ده فعلا بيصل لحوالي 6 شهور، زائد ان احنا القانونيين انا بلاحظ دلوقتي في الفتره الحاليه ان هم بيستسهلوا ان هم يوقفوا الدنيا عشان تجنبا للمساءله. في حين ان هو الرجوع لرئاسه الوزراء متعلق باللجنه المشكله من وزاره الاسكان وليست اللجان المتعلقه بدراسه مبالغ التعويضات داخل الشركات. السلطه المختصه بناء على كلام دكتور هشام او المهندس هشام امبارح في وزاره الاسكان، السلطه المختصه هي رئاسه مجلس اداره كل شركه، هي اللي بتقرر التعويضات ومبالغها. مش محتاجه رجوع تاني لرئاسه الوزراء او لجان اخرى. ثم لو في رجوع لرئاسه الوزراء يتعمل بكره الصبح، يا ريت نتحرك بكره الصبح نروح لرئاسه الوزراء ونجيب قرار. وبعدين الكويس قوي ان هو دكتور مصطفى مدبولي هو دلوقتي القائم باعمال رئيس الوزراء، هو وزير الاسكان وهو اللي تابع ليه الشركه القابضه، وبالتالي نقدر نوصل لحاجه لان رد الحقوق لاصحابها بسرعه ده مستعجلين عليه. العطله دي مش صالح حد. طب ما هو ده سؤالي برضه للباشمهندس ممدوح رسلان، يعني في جواب حتى يمكن عرضناه على الشاشه، زمايلي عرضوه على الشاشه دلوقتي، من هشام درويش رئيس القطاع التشييد والعلاقات الخارجيه بوزاره الاسكان، موجه لحضرتك يا باشمهندس ممدوح. المهندس هشام درويش طالب فتوى من مجلس الدوله عشان يقول عشان يحل المشكله الاشكاليه دي. بس الرد بتاعي طالب فتوى من مجلس الدوله. طالب فتوى من مجلس الدولة عشان هل يتم العرض لمجلس الوزراء لاعتماد الصرف ولا لا؟ الفكرة احنا الأسبوع اللي فات كنا مستضيفين دكتور عمرو الجرحي وزير المالية، وأنا يمكن سألته حول هذا الموضوع، ويعني كانت إجابة الوزير إنه لا، مش هنعطل حد ومش هن مش هنمتنع عن دفع هذه التعويضات اللي صدر بها قانون. عموما هنتابع هذا الموضوع. هو زي ما قلت حاجه، هو مفيش اعتراض على الدفع، هو الكل في احقيه للمقاولين في هذه التعويضات، واللجنه الحقيقه عملت الارقام او النسب بتاعتها نسب سخيه جدا بالنسبه للتعويضات دي، وهيتم الصرف. انما هو انا بقول لك في اجراءات، في خطوات معينه لازم تتعمل. كل حد يعني عايز يعني يحمي نفسه او يعني لا، هو في ده قانون، ما حدش هيقدر يعني. انا لما يجي المستشار القانوني 5 مستشارين من مجلس الدوله وبيقروا ان لابد من العرض على مجلس الوزراء، مش هقدر انا اقول لهم لا والله انتوا كلام انتوا غلط. طيب انا بشكركم شكرا جزيلا، المهندس محمد حسين والمهندس ممدوح رسلان، شكرا جزيلا.